متابعينا عبر شبكة الرؤية، مرحبا بكم وسهلا معنا في جولة جديدة من السؤالات مع حمزة. بعد التساقطات المطرية الأخيرة اللي شملت أجزاء واسعة من الوطن، وهي دليل على أن خريف هذا العام لا يعود خريف استثنائي. وبهذه المناسبة نزلنا للشارع وسولنا الناس عن شن هي وجهتها في الخريف. تعالوا بنا نتابعوا كيف كانت إجابات الناس. علي الشيخ، تقضي الخريف هون في نواكشوط ولا خارج نواكشوط عيد؟ أنا نقضي هون في نواكشوط دائما. وعيت تمرق شوي؟ الله يعيت تمرق شوي الله. أو قول لي، لا تقضي الخريف العام في مكرية ولا في البعار؟ في مكرية. تقضي في مكرية؟ في مكرية. علاش؟ وين أشبه من البعار؟ أشبه من البعار؟ محمد، محمد، لا تقضي الخريف السنة في مكرية ولا في البعار؟ نختار بعد نمضي في عين فربقع، ما هي مكرية، ما هي مكرية. شايف على مول البعار؟ مول البعار ما تبقى. أقدر أشوف عليه شيء باللي مول البعار حقيقة، حسب اللي عندي المعلومات، العاد ما هو أنت ناتج لي أنا شركة أعلنها منطقة سياحية. حمزة أذكرني. حمزة. سيو حمزه تونسي. تقضيه في ام كريه ولا ام البعر؟ قضيه في ضواحد عيون قرمه ام البعر. ام الاحبال؟ نقضي في ام كريه. ها؟ قضيه في ام كريه. قضيه في ام كريه؟ ايه. وشنو الخريف ام كريه؟ اش كيفت؟ الخريف زين، مناظر زينه تبارك الله، وفيه المو، فيه المناظر الجذابه ما شاء الله. الخريف زين. أو لا تقيس، لا تقيس، لا تقيس أم الخز والله أم الأحبال. أم الخز والله أم الأحبال تنقلها. هذه قهوة رغبة. والله ما نعرف تنقلها إيش العجاب. قلت بعد نقيس براسه ينقلها بر المرقة ورواية ماشي وتامورة الخضراء وشوية تلاف نبقي نلحق وما لا أنا تورا في الحق. خارجين براسه تلاف ما قاعد نلحق تمشي قند وشوية تلاف. لا تقيس بير تورس. بير تورس قدرنا نلحقه. الحين تقضي الخريف هون في نواكشوط طلعي تمرق مرقب. بعد الأحيان نأخذ من هون وبعد الأحيان نقضي في نواكشوط. وقول لي، من ترى كان اكثر العام اللي تقضيه في ام كريه ولا ام البعار؟ ما هي في واحد منهم. ما هي في واحد منهم. مالك؟ مالي في الماء، ما عندي لي حد اللي اقضيهم في نواكشوط. تقضي راحة في نواكشوط، ومالك لا تقيس ام الاحبال؟ لا لا لا، ام الاحبال مليون مالك. ام كريه ما نقيس؟ لا ام كريه ما نقيس. ام البعار ما نقيس؟ وقال تقول لي ام البعار وام كريه. ها؟ لماذا؟ من رأيك كانكم هذا العام؟ من رأيك كانكم هذا العام لا يتقضوا الخريف في مكريه ولا في البعر؟ مكريه والله، في البعر والله، بعد الزينات عندي كاملات يا غير نقد لا نقصف عن ذاك. بعد دور يعود الله في حدود ولايه العصابه ان شاء الله نعرف عن ما شاء الله قش قدر من السحاب، وهذا قوتنا نحن نواكشوط باللي نعرف عن ما شاء الله هاي المناظر اللي تخلق في الخريف، ما تقد ما شاء الله تعبر عنها، ما هو شاعر والله اديب والله، حد بعد عنده خيال به اللي فيها ياسر من ما شاء الله الرومانسيه، وفيها ياسر من علاقه الانسان بالطبيعه. تقضيه في ام كريه ولا في ام الاحبال؟ ام كريه. ام الاحبال منين؟ ما تعرف ام كريه؟ انا ما قد سمعته. او تعرف ام البعر؟ ما قد سمعته. ام البعر ما تعرف؟ امك ظهر لك عنه في منين؟ ما نعرف، ما قد سمعت فوقها. انت مكريه ما تعرف؟ ما قد سمعت، قلت لك كون اليوم. ام البعر ما تعرفه؟ وقول لي انت مكريه ما تعرف؟ مكريه. ما نعرف. ام البعر ما تعرف؟ ام البعر ما نعرف. ام البعر ما تعرف؟ ام البعر ما نعرف. اول مره اسمعه عنده. أم الأحبال تعرف؟ أم الأحبال ما أنا أعرفها، ما أنا أعرف. أو قول لي، مين نخيرك بين أم الخز وأم البعر؟ أيهم تختار؟ نختار لا أم البعر. أم البعر. علاش؟ لا فهم زين عندي تو لكن. وفي نهاية جولتنا من السؤالات أرانا نحن تعليقاتكم ومشاركتكم للفيديو، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة بحول الله.